الآن قراءة في أبرز ما تناوله الإعلام الإسرائيلي حول الحرب على غزة مع الباحث في الشؤون الإسرائيلية من حيفا وائل عواد. وائل، مساء الخير. السلام عليكم. تغيرات داخلية سياسية في إسرائيل قد تكون فعلا مقدمة حرب على لبنان مجهزة. قبل ذلك أقرأ مقال للواء المتقاعد يضحك بريك، هذا الذي حذر من 7 أكتوبر قبل حدوثه ولكنهم لم يسمعوا. اليوم يحذر من أمر جديد، يقول: كل هذه التهديدات اتجاه حزب الله عليها أن تهدأ، الجيش الإسرائيلي غير قادر على دحر حزب الله، ويفسر لماذا. المقال نشر فيها آرتس. يقول: تصريح وزير الدفاع جالاند حول نقل مركز الثقل من غزة إلى الشمال واحتمال شن هجوم بري على حزب الله، وهذا أيضا ما قاله رئيس الأركان هلافي ونتنياهو أيضا، يقول هذا يثير القلق. هؤلاء الثلاثة هددوا لبنان في الأسابيع الأخيرة، هؤلاء نفسهم الذين فشلوا في تحقيق الأهداف التي وضعوها في غزة، وفي مقدمتها تقويض حماس وإطلاق سراح جميع المختطفين. يقول: بشكل فعلي حماس هي التي تسيطر على قطاع غزة. صحيح هي أضعف مما كانت عليه قبل الحرب، ولكنها فعليا هي المسيطرة وعلى كل القطاع، وهي تقود حرب استنزاف ضد إسرائيل، استنزاف يدمر كل ما هو جميل في إسرائيل عرايو: الاقتصاد، العلاقات الدولية، الحصانة الاجتماعية. حماس المقاتلين، قصده يعني تحمس المقاتلين الإسرائيليين. يعني بقول نتنياهو وجالنت وهلافي يتجاهلون معطيات مهمة، ينوون شن هجوم بري على حزب الله. هذا الهجوم قد يوجه لإسرائيل ضربة قاتلة. الجيش الذي فشل في هزيمة حماس لن يهزم حزب الله. حزب الله أقوى من حماس بمئات المرات. عمليا ليس لدى قوى الجيش من الجنود ما يكفي لكي يبقوا في لبنان. يفرض، يقول: فرضا استطعنا احتلال منطقة ما في لبنان، سندخل وسننسحب لأنه ما عندنا جنود كفاية. إذا ما الفائدة من الدخول في هذه الفترة وليس لدينا ما يكفي من الجنود؟ ما أن ننسحب سيعود حزب الله حيث كنا. الهجوم البري قد يجر لحرب متعددة الجبهات، سوف تندلع عراي في 5 جبهات على الأقل: لبنان برية، لبنان، مرتفعات الجولان، يهودا والسامرة عن الضفة، انفلات متطرفين في إسرائيل، وتسلل قوات موالية لإيران من الحدود الأردنية كما يقول. كل ذلك طبعا بالإضافة لاستمرار الحرب في قطاع غزة. تهديدات القيادة الإسرائيلية تعتمد على قوة لم تعد موجودة لدى الجيش، وتعرض وجودنا للخطر يقول، وتؤدي إلى انهيار صفقة إطلاق سراح المختطفين وعدم وقف القتال. يقول: هذا تصعيد قد يكون له عواقب كارثية غير متوقعة، حينها ستستمر الحرب لفترة طويلة وسيموت الكثير من الناس من الجانبين، لن يعود سكان الشمال إلى منازلهم بهذه السرعة المتخيلة عندهم، وفي النهاية ستنتهي الحرب بكل الأحوال باتفاق وخطوط عريضة، ولهذا هيا نذهب لها الآن. اللي فهمته أنا أنه بقصد اتفاق خطوط عريضة يعني اتفاق تبادل أسرى مع غزة وإيقاف الحرب، وحينها اتفاق مع حزب الله بأن تهدأ الجبهة. يعني بقول إذا كانت كان الاتفاق والصفقة هي الحل النهائي حتى بعد الحرب على لبنان، إذا لماذا ندخل كل هذا السيناريو المرعب؟ يقول. إلى التغيرات السياسية، الفيديو الأول. انشغال كل الوقت اليوم في الدراما التي تحدث في إسرائيل. نتنياهو يريد أن يقيل وزير أمنه جالانت بعد أن انتشر الخبر والمباحثات، وتقريبا تأكد الخبر، مكتب نتنياهو نفى الخبر، ولكن هذا النفي يمكن نفيه بسهولة. من يصدق نتنياهو؟ هو أراد هذا النقاش لكي يهيئ الشارع، لكي يحس النبض. النفي هو كمالة اللعبة عمليا وليس انتهاءها. بعدها سيكون التأكيد، بعد النفي سيأتي التأكيد. هذه ليست أول مرة ينوي فيها نتنياهو إقالة وزير الأمن جالانت. سابقا قبل الحرب، لأنه نتنياهو أو عفوا جالانت كان ضد نتنياهو في موضوع الاستعارات القضائية، أراد نتنياهو إقالته، كان في أمريكا، وكلاهما كالشحمة على النار، ولكن كانت المظاهرات في الشوارع،
تراجع نتنياهو عن إقالة جالانت حينها، فقط للتوضيح، نحن لسنا أمام جيد وسيء، نحن أمام سيئين، مسؤولان عن ما حدث ويحدث في غزة والضفة ولبنان، يعني كي لا تخطئ بوصلة أحد السامعين لا سمح الله. حسب قناة 12 يقال أن نتنياهو ناهيك عن علاقته المتوترة مع جالانت، ورغم أنه لم يتخذ القرار الرسمي بعد، أو إذا أردتم اتخذ القرار ولكنه لم يعلن القرار بشكل رسمي بعد، إلا أن المهم أنه في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع جدعون ليفي الذي هاجم نتنياهو كثيرا، انتقده كثيرا سابقا، وصلت به الأمور خلال الحرب الانشقاق عن حزب الليكود، هذا ساعر بده يصير وزير الأمن محل جالانت، انشق عن الليكود، هاجم نتنياهو بالليل والنهار، الآن يعود. نتنياهو يريد حرب مع لبنان، جالانت لا يريد حرب مع لبنان كما يقولون، ساعر يريد. إذن هي فرصة أيضا بالنسبة لنتنياهو أن يقدم الحرب على لبنان إذا عين ساعر. اليوم القناة نفسها قناة 12 قالت بأنه في مقربين من نتنياهو أولهم زوجته سارة لا تريد أن يكون ساعر، قالت له ما المعنى أن نغير وزير أمن غير موثوق به بوزير أمن آخر أيضا غير موثوق به، يثقون بزوجها. وفيما يتعلق بالتقارير حول محاولة التوصل إلى تسوية بين ساعر ونتنياهو، أيضا يقال بأن ساعر في مفاوضات متقدمة مع الحريديم بالنسبة لموضوع تجنيد المدينين اليهود. بعض منتقدي ساعر قالوا له بما معناه أنت منافق، سنوات وأنت تهاجم نتنياهو، وصفته بالفساد، قلت بأنه تحرك مصالحه الشخصية وليس مصلحة الدولة، والآن تذهب معه. ركزوا معي، يتوقعون السيناريو التالي، انتبهوا، كالتالي: إقالة جالانت، استبداله بساعر، شن حرب على لبنان، وهكذا. إذا شنت الحرب على لبنان ترتفع شعبية نتنياهو من جديد ويأتي الدعم الشعبي. تعرفون حرب بحاجة إلى تكاثف داخلي على الأقل في المرحلة الأولى، وهكذا يذهب نتنياهو الانتخابات، وهكذا أيضا يسكت الاحتجاجات ضده، وملف الرهائن يصبح طي النسيان، وأيضا في موضوع تجنيد الحريديم يصل مع ساعر الاتفاق ويرتاح نتنياهو من هذا الموضوع أيضا إذا تم الأمر. أنا لا أعرف كيف يؤمن ساعر لنتنياهو، فقط ملاحظة، في ظل كل هذه التفاصيل والسيناريوهات وهي ليست مقدسة طبعا، قد يتغير أي شيء في أي لحظة، الدنيا فيها عدة لاعبين وليس لاعب واحد، نتنياهو لا يلعب لوحده في الساحة، رأيتم. والآن أنا أنقل لكم طموح نتنياهو الذي يتحدثون عنه وليس عن ما سيحدث على الأرض. مهم أن تلاحظوا جالانت الذي قال عن أهالي غزة أول الحرب أنهم حيوانات بشرية، تذكرون؟ قال لا مياه لهم، لا كهرباء، ولا وقود، ولا طعام، وفعل ما فعل حتى الآن في غزة. نتنياهو ذهب تقريبا، ماذا بقي؟ بقيت غزة. الفيديو الثاني. في مقابلة أجرتها قناة I24 بالعبرية مع أحد أهالي المحتجزين على موضوع أنه جالانت سيذهب، سيأتي ساعر، وجالانت كان عنده عدة تصريحات بأنه يجب أن تكون الصفقة الآن، قالوا أو قال أحد أشقاء المحتجزين، قال أنا أشعر بأنه لا أحد في هذه الحكومة يهتم بنا ولا بالمظاهرات التي نقوم فيها، لا يهتمون بكل هذه الحركة. قال شيء بذيء، قال أشعر أنهم يبولون علينا كعائلات محتجزين، ويبولون على المتظاهرين، وحتى على المحتجزين أنفسهم، كل ذلك لكي يحافظ نتنياهو ومن حوله على كراسيهم. إنهم يريدون أن يبعدوا جالانت كي لا تتم الصفقة. وأنا أقول إذا اندلعت الحرب مع الشمال، يعني هو يقول شقيق أحد المحتجزين، قال هذا معناه بأنه موضوع شقيقه وبقية المحتجزين انتهى، لن يتحدث عنه أحد في ظل حرب جديدة. أيضا والدة أحد المحتجزين قالت اليوم بما أنه نستطيع تبديل وزير الأمن خلال الحرب، فهذا معناه يمكن أيضا تغيير رئيس الوزراء خلال الحرب. نتنياهو نفسه الذي على زمنه قالت أسر ابني، وعلى زمنه أيضا ترك ابني في الأسر حتى الآن. في نفس السياق الفيديو الثالث.
سمعتم يروجون بأنه جالانت ضد الحرب على لبنان، هو حذر من الحرب على لبنان، هو هدد لبنان كثيرا، كل اثنين وخميس هدد لبنان. اليوم نفسه جالانت قال بأنه الطريق الوحيدة المتاحة لإعادة سكان الشمال هي عملية عسكرية ومواجهة مع حزب الله. هذا اليوم خلال لقاء مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الطاقة والاستثمار. الصحافة الإسرائيلية كانت عادة تكتب، انتبهوا، مسؤول أمريكي في المنطقة لمنع تدهور الأوضاع في الشمال، اليوم كتبوا مسؤول أمريكي لبحث تغيير الوضع في الشمال وإعادة السكان إلى بيوتهم. يعني بطلوا يقولوا أمريكا جاي تهدوا النفوس، جاي تشوف شو لازم نساوي، مغيرين اللهجة. جالانت قال أيضا اليوم حزب الله يستمر في ربط نفسه مع حماس ويرفض إنهاء الصراع، وفقط أمامنا الحل العسكري. لاحظوا بحكي كل شيء إلا شيء واحد، هيا نوقف الحرب في غزة وبعدها تحل الأمور في المنطقة. طبعا حرب على لبنان إذا اندلعت لا سمح الله إسرائيل لا تستطيع لوحدها. فبالتالي أيضا اليوم جالانت قال للمسؤول الأمريكي بأنه يريدون مساعدة أمريكا في المعركة. أحد أيضا الجنرالات مسؤول في منطقة الشمال الإسرائيليين يقترح بأن توجد منطقة عازلة في جنوب لبنان، ويدعي بأنه هنالك الكثير من أهالي جنوب لبنان نزحوا من مناطقهم، فبالتالي أسهل الآن أن تقام منطقة عازلة في الجنوب اللبناني. طبعا هذا ما يطلبه المستمعون، السؤال ماذا سيحدث على الأرض. الفيديو الرابع والأخير. بدأت المظاهرات أمام منزل سعر، يقولون له لا تذهب مع نتنياهو، لا تثق به، ويعددون له كم قائد ومسؤول سياسي إسرائيلي نتنياهو خدعه، نتنياهو قال له تعال معي ثق بي، وكانت النهاية السياسية تعيسة. في المرة السابقة لما نتنياهو قال سأقيل جالانت على خلفية إضعاف القضاء، حدث غضب كبير في الشارع الإسرائيلي. ما أن عاد نتنياهو من البيت الأبيض وإذا بالشوارع الإسرائيلية مليئة بالمتظاهرين. جالانت بالنسبة لأغلب الإسرائيليين يمثل صورة المسؤول الأمني الجاد ذا الباع الطويل في الأمن الإسرائيلي، الذي كان أيضا رئيس أركان الجيش مرة. هذا ليس سموتريتش، ليس بن غفير كلام وكلام بالنسبة لهم. لذلك كانت في المرة السابقة مظاهرات كبيرة جدا من أجل إبقاء جالانت وزيرا، حتى أن نتنياهو شعر بالخوف وتراجع وشعر بأنه الشعب يمزق أكثر من اللازم. اليوم بدأت القنوات الإسرائيلية ببث مظاهرات بدأت تتكون، حتى في قناة 13 الصحفي ربيب دروكر راهن بأنه المظاهرات ستكون أكبر مما يتوقع نتنياهو، وقال بأنه هذا البالون الذي كان اليوم هو بالون الفحص، قال بأنه يريد أن يقيل جالانت، وتحدث مع ساعر ثم نفى لكي ينظر لحركة الشارع الإسرائيلي. إذا خرج الناس للشوارع قد يتراجع نتنياهو. هذا هو الوضع الجديد. انتهت الفيديوهات، ولكن لدي ملاحظة. لاحظتم في الإعلام، ورغم كبر حدث إطلاق الصاروخ اليمني أمس ووصوله، ولكن سريعا ضبضبوا الموضوع، ما تحدثوا عنه اليوم بشكل جدي أكثر. هل هو تطور الأحداث الكثيرة؟ يعني أصبح الخبر إياه قديم، خبر كهذا يناقشه عدة أيام، أم هنالك سياسة إعلامية ما بأنه موضوع كهذا هيا نمر عنه سريعا؟ ما لم يذكروا ولكنكم تعرفوا، الحرب في غزة مستمرة، الألم مستمر، الوجع مستمر، وممنوع أن نعتاد نزوح الناس، الأطفال، المرضى، المجازر، الذين يموتون ليس نتاج القصف مباشرة، إنما نتاج إصابات سابقة أو نتاج مرض أو نتاج انهيار القطاع الصحي أو أمراض جديدة نتاج كل ما يحدث في غزة. هذا لم يذكروا في الإعلام ولكنكم تعرفوه، وممنوع أن نعتاد، ولكن لكل ليل آخر مهما بدأ من غير آخر. أراكم غدا على أخبار أفضل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.